يا حبيبي يا شيخ وعد، ما قريت خطبة أبو بكر يعني؟ كأنك ما قد قريتها يعني. يا الله، عنده خطبة، عنده خطبة، يا الله. طيب إياه بسرعة 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 قبل ما يفوتنا، خلي أسجل. احنا ديننا ناخذه من الام بي سي الآن، بالله عليك صار من المسلسل. السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بعد تحديات جدا جدا كثيرة من الحاج وعد اللامي، من السيد ميثم الموسوي، من الشيعة إلى الوهابية، ائتونا بخطبة لأبي بكر، لعمر، ائتونا بخطبة، وبين قوسين حتى تسكتونا عن هذا الشخص. فيقول هذا الوهابي: نعم لقد جئتكم بخطبة، لقد جئتكم بخطبة عن أبي بكر، لكن قبل ذلك إن شاء الله نتناقش الأمور وبعض النقاط، ونترككم مع تمام الاتصال اللي يذكر يبدأ من هذه الدقيقة. فإذا أنت شخص تحب تسمع فقط الاتصال، وأنا أكرر للأشخاص اللي يقترح لهم هذا الفيديو وليس من المشتركين بالقناة، لأن مشتركين القناة يعرفون سيستم القناة اللي تمشي عليه. فأقول لأي شخص من غير المشتركين يرى هذا الوقت يقدم يبدأ الاتصال، وإذا يحب يرجع للتعقيب النهائي مثل ما قلت، أنه هذا الشخص راح يأتي بخطبة لأبي بكر، وأيضا يأتي بدليل من الام بي سي. نعم، لم يكتفي بإيراد خطبة لأبي بكر، وسنرى إن شاء الله، سنرى كم هي هزيلة وكم هي ضعيفة، وسيفندها السيد ميثم الموسوي. لكن نقول أنه هذا الشخص يستدل على الشيعة من مسلسل على الام بي سي. فنقول كيف ذلك؟ انت عندما تريد ان تفتح مشروع يجب عليك ان يكون الاعلان بيرفكت، يجب ان يكون الاعلان من افضل ما يكون. فاذا نقول ان الوهابية الذين انتجوا هذا المسلسل، مشروعهم هذا بالتأكيد سيكون الإعلان مثالي لما يريدون تصويره. فمتى كان المسلسل أو الفيلم أو السينما، متى كانت حجة حتى تستدل بها؟ هذا هو ملخص الاتصال اللي قال فيه أن معاوية كاتب الوحي وخال المؤمنين، والحاج وعد اللامي يتحداه: أعطيني آية واحدة كتبها معاوية. بعدها يأتي بنقاط سنعقب عليها إن شاء الله بنهاية الاتصال. نترككم مع تمام الاتصال ونرجع بالتعقيب إن شاء الله تعالى. بهدوء، أنت تعتقد أنه معاوية صعلوك ولا لا؟ لا رضي الله عنه، هذا خال المؤمنين، خالنا. واللي يقول صعلوك ماذا نقول له؟ والله اللي يقول صعلوك بينه وبين الله، أنا ما أسب معاوية، أقول رضي الله عنه، أبو سفيان رضي الله عنه. لا شنو بس هدوء، شنو ما هو حكم الذي يقول أنه معاوية صعلوك؟ أنا ما أخطي، أنا ما علي منه، كل واحد ووجهة نظره. أنا ما علي، قال صعلوك، قال مسلم، قال كافر، أنا ما أدخل فيه. بس اللي قرينا عنه هو كاتب الوحي، ونقول رضي الله عنه. أنا طيب. بس بدي أقول رضي الله. أولاً إنه معاوية كاتب الوحي هذا كذب. نعم أيوه. هاي معاوية كاتب الوحي، وأنا أعطيك سنة كاملة، بعد السنة اتصل بي. يا شيخ إذا جبت لي آية واحدة كتبها، والله العظيم يا اخونا كذب، هم مكذبين عليك يا اخويا. اسمعني، هاي مال كاتب الوحي، معاوية كاتب الوحي، والله العظيم كذب. انت الان شوف، انا اقول لك كذب وانا على البث المباشر الان، كذبني وطيني آية واحدة كتبها معاوية بن ابي سفيان، آية واحدة قل لي هاي الآية كتبها معاوية بن ابي سفيان. يلا طيب يا شيخ وعد، ايش القرابه بين علي رضي الله عنه ومعاويه رضي الله عنه؟ ايش القرابه بينهم؟ لا ما له علاقه، ابو لهب عم النبي. احنا الان من الله يقول اذا نفخ في الصور، هاي قران يقول اذا نفخ في الصور، اسمع، اذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم، ما في، ما لنا علاقه بالانساب، احنا لنا علاقه. ابو لهب كافر، والكافر تعرف انت تخرجه. بس انا اقول لك العلاقه بين علي ومعاويه كانت سمن على عسل، ترى برغم الحرب اللي صارت بينهم. شلون سمن؟ لحظة الآن أنا أحبك وأحترمك، أجيب سيف وأضربك بالسيف؟ لا
رحم الله والدي. ليش معاوية ليش معاوية حارب علي بن أبي طالب؟ شو السبب؟ معاوية رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه طلع لي قتلة عثمان. مين يطلعهم؟ مين يطلعهم من جيشه؟ يعني لحظة، يعني علي بن أبي طالب كان معين لجيش قتلة يقتلون صاحبه عثمان بن عفان، يعني أنا صديقي عثمان بن عفان أسس دولة وأسست جيش وجبت القتلة وضعتهم بجيشي أحارب بيهم، يعني أنا أكره عثمان، يعني أنا ألعن عثمان، أكره عثمان لأن جبت القتلة بجيشي، هذا شلون كلام يا شيخ؟ يا شيخ وعد والله أنك عارف إن كان قتلة عثمان في جيش علي. والله هذا الكلام كذب، والله هذا الكلام كذب. وانا شوف انا راح اغلق البث. اسمع اسمع، اذا جبت لي واحد بسند صحيح اللي قتل عثمان، انا سويت 35 حلقه ما ادري 30 حلقه، العلماء السنه والوهابيه 35 حلقه ما استطاعوا، وانا اقول لك والله لو استعنتم بالجن وكان بعضكم لبعض ظهيرة على أن تأتوا برجل بسند صحيح قتل عثمان فلك الحق علي. اللي ثبت عندكم شيء واحد، أنهم من أهل مصر علوج، واحد اسمه حمار، حمار هو الذي قتل عثمان. الله وكيلك محمد كفيلك. هذا تاريخ ابن كثير، هذا تاريخ الطبري، هذا سير أعلام النبلاء، هذه كتب التاريخ. جيب لي السند الصحيح وانا اذا ما افلش لك السند امام الجميع انا معتب على المباشر. شيخ وعد، اللي قتل عثمان رضي الله عنه مش واحد ولا اثنين، كتيبه. جيب لي واحد الحسن والحسين. جيب لي واحد 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 واحد. انا شوف شوف انا انسان، انا انسان عامي واحب ايش يعني، احب اتسمع في اللقاء ما بس قول للاخوان اللي فوق اللي يسبوا اللي اقولهم بس ابو محمد بس اسمعني اقولهم كلامك على عيني وعلى راس، انت مبين انسان حبيب. محترم. انا اطلب منك طلب اخوي. اسمع، احنا الان على بث مباشر، نبقى ساعتين على البث المباشر. انا اطلب منك طلب اخوي الان بعد ان تغلق مني، اضرب على التليفون واعطيهم الارقام مال التليفون. اريد شيخ ياتي قل لي أنا اتصلت بشيعي وقال لي ما ثبت بالسند الصحيح من الذي قتل عثمان بن عفان عندنا يا سنة، هل هذا الشيعي كذاب؟ لو صادق أعطيني الدليل، أو خذ التليفون واتصل فيه. بعد أعطي رقمي. أنا ما أكذب بس أنا أقرأ الرواية التاريخية إن معاوية طلب علي كرم الله وجهه قال أعطيني قتلة عثمان، لأنه كانوا يعرفون قتلة عثمان فرفضوا قامت الحرب. مين اللي يعرفهم؟ لحظة، أنت تقول كانوا يعرفون، مين اللي يعرفهم؟ علي بن أبي طالب ولا؟ حتى واحد أنا شفته في 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 مسلسل الحجاج قتله آخر شيء، اللي 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 دعس على كسر ضلع عثمان كرم الله راح. يعني إحنا ديننا ناخذه من الأم بي سي الآن، بالله عليك صار من المسلسل. موجود بس ناسي اسمه الحين حبيبي، ناسي اسمه يا شيخ وعد. بس أنا أقول شوف، أنا إيش أبغى من الطرح؟ إيش أبغى من الطرح؟ أبغى استفيد. شوف، أما كلام أن معاوية كان يسب علي على المنابر فهذه أنا أقسم لك بالله ما كان فيه. وإذا الآن طيب، إذا الآن جبتها أمام الجميع، إذا الآن جبتها، شو رأيك بابن تيمية؟ ابن تيمية طيب ولا مش طيب؟ ابن تيمية طيب، رحم الله والدي، إمامنا هذا. إذا جبت لك من ابن تيمية أنه كان يسبون علي بن أبي طالب، ما اعتقد تحصل. ابن تيمية ما يقول لا امام الجميع. اذا الان سحبت الكتاب وقرات لك امام الكاميرا من الكتاب، ماذا تقول؟ ما اصدق في ابن تيمية. انا الان قلت شيخ الاسلام، صارت ما اصدق شيخ الاسلام، بس ما اصدق انه يقول لك انه كان يسب علي على انا اقول اذا اذا إذا هذا التاريخ يا شيخ وعد، هذا التاريخ زوروه العباسيين عمي الآن. لا أجيب لك الطبعة، اسمع، أجيب لك الطبعة المطبوعة بالسعودية أو بمصر، يقول إنه كان أبشر. أبقى وياي، اللهم صلي على محمد. والله بس شوف، يعني شوف، أنا كان من زمان يا شيخ وعد، أرجو أي واحد سواء سني سواء شيعي طلعوا يا أخي من البث، يا أخي اتركوا معاوية في حاله، اتركوا ابو سفيان في هذا. يقول هند بنت عتبة امس 2000 مروا عليها مدري ثلاثة، هند بنت عتبة هذه ام معاوية كرم الله وجهه، وهنا الحرة تزني ويطنز، يعني
وهذا الأخ يقول لي الرسول كان قدر كان هذا فلذا كان التفليه طيب. وكان يذهب مع أنس بن مالك إليها عندهم حرام يعني بعض الكلام ترى ما يجوز يعني ماشي. إذا كان نبيكم غير نبينا هذا شيء ماشي يعني. شوف هذا كتاب أمامك أمام الشاشة كتاب منهاج السنة النبوية راح أذكر لك عدة موارد لا. هذا كتاب منهاج السنة هذا توكل على الله أعطينا عشان ما أعطلكم بس إخواني هذا كتاب منهاج السنة النبوية راح أعرضه على الشاشة رحمكم الله كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لأبي العباس ابن عبد الحليم بن تيمية الحراني وهذا من المكتبة الوقفية وهذا الكتاب أمامكم وسنة الطبع وكل شيء معلومات الطبعة هذه أمامكم هذه المعلومات كاملة من الطبعة الأولى المطبوعة في مصر القاهرة واضح؟ طيب في المجلد الثاني أمامكم المجلد الثاني يقول هنا في جملة من الموارد يقول اسمع يقول وأما ما ذكره من لعن علي بن أبي طالب عليه السلام من الذي ذكره العلامة الحلي اللي هو الشيعي يقول أما ما ذكره من لعن علي بن أبي طالب فإن التلاعن وقع من الطائفتين كما وقعت المحاربة اسمع اللعن وقع من طائفة علي بن أبي طالب ومن طائفة معاوية كما وقعت الحرب وكان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء يعني جماعة علي بن أبي طالب يلعنون معاوية رأس هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم وهؤلاء جماعة معاوية يلعنون رؤوس هؤلاء اللي هو علي بن أبي طالب في دعائهم هذا المورد الأول تقبل ولا ترفض أرفض ليش مو هذا ابن تيمية لا كمل كمل هذا تقول المورد الأول هذا يلعنون هذا وهذا يلعنون هذا بس إيش اللعن يعني لا أنت تقول يلعنون على المنابر معاوية يلعن علي على المنبر اي هذا على المنبر هذا يعني في دعاء من يصلون يدعون هذا في دعاء هاي الكلمه موجوده شوف الله يحميك على الشاشه شوف يقول في دعائهم هاي الكلمه يعني انا تدري شنو اخونا الكريم انا اصلي اقول اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه اللهم لعن معاويه ومن اتى بمعاويه اللهم لعن جنود في الصلاه عرفت علي في الصلاه يعني في دعائهم يا دعاء هذا ناقل ابن تيمية عن مين لا هو يجاوب يقولهم حدث قتال وحدث تلاعن بين الطائفتين بعد أعطيك مورد آخر يمكن التلاعن صار في وقت المعركة ها يعني في وقت المعركة يجوز نلعن علي بن أبي طالب لا بس يمكن صار بينهم التلاعن هذا اللي تقول أدري بينهم هو بينهم أي أنا أقول لك بينهم يعني جنود معاوية يلعنون رأس جيش علي بن يعني علي بن أبي طالب لأنه معركة ألعن علي بن أبي طالب لا بس أنا ما أنا والله ما شوف ما مرت عليه بس إنما تقول معاوية زين. يلعن علي بن أبي طالب على المنابر هذه ما أصدق فيها أعطيك وحدة ثانية أقوى من هاي يقول ابن تيمية إن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يسبون علي بن أبي طالب عليه السلام شو رأيك؟ شو المصدر هذا؟ هو منهاج السنة النبوية اي شنو كيف يعني؟ يلا الآن أنا هذا الكتاب أمامك هذا مجلد شوف قرأت لك من هذا المجلد الأول شوف وراح أقرأ لك من المجلد الثاني أدل لك دلال اسمع هذا منهاج السنة النبوية الآن أقرأ لك من المجلد الرابع راح أضعه على الشاشة حتى عندما تتابع على التلفزيون اسمع يا أخوي حلو. إخواني حبيب. الكرام هذا كتاب المنهاج منهاج السنة النبوية وهنا أقرأ من المجلد الرابع حماكم الله والله يستر على أخونا الكريم أبو محمد يقول هنا يقول لا سيما الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما يعني يحبون أبو بكر وعمر خوش هذول أبو بكر وعمر يحبهم زين وكانوا خير القرون على رأسي لكن علي
يقول ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. كثير من الصحابة يبغضون علي بن أبي طالب ويسبون علي بن أبي طالب هم والتابعين. يلا ماذا تقول؟ والله يا أخي أنا ما أصدق بالكلام هذا. بالنسبة لي هذا بن تيمية، بن تيمية هذا ما يبغضونه، ما يبغضونه في شيء غلط، في شيء أدري بن تيمية هذا، بن تيمية شو سوي ما, ما 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 يبغضون علي، ما حد يبغض علي. هذا الكتاب أمامك على الشاشة، الكتاب أنا هذا أنا أضع لك إياه، هذا أضع لك إياه. إيش الرواية والسند؟ كيف ابن تيمية يقول كان يبغضون علي؟ يا أخي ما حد يبغض علي يا أخي. يعني ابن تيمية كذاب، كذاب ابن تيمية، ما حد يفتهم. هذا ما يقول كذاب، بس أنا في شيء غلط، في شيء غلط. إيه هو في، أنا أقول لك، لذلك أنا أقول أنتم منظومتكم غلط، في شيء غلط بمنظومتكم الفكرية والعقائدية عندكم. أنتم مرة تقولون شيخ الإسلام يحب الصحاب، يحب، نقول لك يا بتعال هذا شيخ الإسلام قال، تقول في غلط. إذن عندكم منظومة فكرية خاطئة، هذا الذي أقوله. أنا ما أقول شيء، أقول أنتم عقيدتكم غلط. تعال، أنا والله أنا نصحك أنه تعال إلى المدرسة الطيبة، مدرسة، شوف أنا أقرأ لك من مدرسة محا، شوف، خلينا من ابن تيمية، خلينا شوف هذا كتاب الصحيفة السجادية، شوف الإمام السجاد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شنو يعلمون الناس. الله يبارك فيك، شوف شو يعلمون الناس، انظر ماذا يعلمون الناس، ماذا يعلمون الناس. اسمع يا أخي ماذا يقول الإمام السجاد عليه السلام. يقول إلهي، اسمع دعاء الإمام السجاد، وهذا أمامكم إخواني من كتاب الصحيفة السجادية على الشاشة. يقول يا فارج الهم وكارب الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صلي على محمد وآل محمد، وافرج همي واكشف غمي، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعصمني وطهرني واذهب ببليتي. اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وكثرت ذنوبه، سؤال من لا يجد لفاقته مغيثا ولا لضعفه مقويا ولا لذنبه غافرا غيرك يا ذا الجلال والإكرام. أسألك عملا تحب به من عمل به، ويقينا من تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك. اللهم صل على محمد. من هذه الكلمات يا أخوي جابنا على ابن تيمية، جابنا على البخاري، هذه كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا أوصف لك الإمام السجاد عليه السلام كيف يصف القرآن الكريم، كيف يصف الاعتراف بالذنب، كيف يصف هذا من الدعاء في التوبة، كيف يصف. يا أخي احنا فارقنا أهل البيت يا أخونا أبو محمد، تركنا كتب أهل البيت، تمسكنا بابن تيمية، تمسكنا بالبخاري، تمسكنا بمسلم، وتركنا كتب محمد وآل محمد. هذه الصحيفة السجادية تقرأ منها نفسك تطمئن، قبل النوم تقرأ دعاء إنه دعاء إنه الله يجنبك أنت وعائلتك الشرر، كلمات ما يستطيع أي إنسان. شوف هذه هذا الكلام إذا جبت لي ورقة واحدة كتبها غير أهل البيت، يعني أبو بكر، عمر، عثمان، هؤلاء ما يستطيعون أن يكتبوا، هذا كله عند محمد وآل محمد يا أخوي، بس إحنا ضيعناهم للأسف كسنة. الله يبارك يا حبيبي يا شيخ وعد، ما قريت الخطبة أبو بكر؟ يعني كانك ما قد قريتها يعني. يا الله، عنده خطبة يا الله، دنيا بسرعة 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 قبل ما يفوتنا، خلي أسجل. شو اسم الكتاب؟ الله. طيب اسمع، أنا أتمنى الخطبة السجادية هذه الأخوان اللي في البث، الأخوان خاصة الشيعة، السب ومسب، شوف أنت أقرأ الكومنتس عندك في التوك توك، يعني أتمنى أنهم يتمسكون بالأشياء هذه
ويفكون لنا اللي يفكون الموضوع. اما هذا يتكلم هذا عائشه وهذا لا 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 لا, لا, لا انا ما لنا علاقه. اسمع انا اريد منك الان قريت لك من السجاد عليه السلام وراح اقرا لك من الاماعه. اريدك تجيب لي هاي الخطبه مال ابو بكر وحده فدوه اروح لك. صار لي 20 سنه ادور 20 سنه صار لي ادور اريدك ترشد اعطيني يا هبل ابشر عيوني دقيقه بس اعطيني دقيقه لان موجوده عندي في الجوال الثاني. ان شاء الله انا منتظرك. حيا الله السيد ميثم احنا منتظريك. حيا الله سمحت السيد ميثم حجينا العزيز. بس خلي الاخ ينتظر ارجوك حجينا. اي هو يسمع تفضل ويسمعك يدور على الخطبه. سيد اخونا العزيز الله يبارك فيك تسمعني. خذ الخطبه خذ الخطبه. يقول لك تكلم ابو بكر رضي الله عنه بعد ان بايعه الناس بالخلافه فحمد الله واثنى عليه بالذي هو اهلا ثم قال اما بعد ايها الناس فإني قد وليت عليكم ورست بخيركم فإن أحسنت فعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالظلم ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عماهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هاي شنو هاي؟ طيب بس هاي أنا أقدر أسوي أزيد من الآن. أرتجي الوحدة شنو؟ لا أقول لك بس لحظة 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 خل أخدمك لحظة خل أخدمك يا شيخ خل أخدمك يعني خل أخدمك تطعن في رموز السنة يا لا خل أخدمك خل نحلل الخطبة. لا تفضل سيدنا تفضل. اولا الخطبه في الطبقات الكبرى لابن سعد نفس ما ذكرته بس في اضافه بسيطه انت ما ذكرتها يمكن المكان اللي نقلت من عنده بتر هذه الكلمه. نعم نعم. يقول 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 ابو بكر فاني وليت هذا الامر وانا له كاره والله لو وددت ان بعضكم كفانيه الا وانكم كلفتموني ان اعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم أقم به. كان رسول الله صلى الله عليه وآله عبدا أكرمه الله بالوحي وعصمه به ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحدكم فرعوني فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني وأن رأيتموني زغت فقوموني واعلموا إن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أوثر في إشعاركم وإبشاركم. شوف أخي العزيز أبو بكر يعترف أنه ليس أفضل واحد في هذه الأمة، هنالك من هو خير منه. وليت عليكم ولست بخيركم، طيب ليش ما تركت خيرهم وتولى إذا كان هنالك أفضل منك يدير الخلافة؟ هذه أول يا أخي. النقطة الثانية طيب هو يقول إن لي شيطانا يعتريني. الاعتراء الإصابة بشدة. نقول ما راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. واضح إن لي شيطانا يعتريني. زين هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أخونا العزيز كلام عادي لا في بلاغة لا في غير لا في الأمور هذه. طيب إذا احتراه الشيطان كيف يستطيع أن يدير حكم؟ ربما يكون هذا الحكم شيطانيا. وين هذا الفرق وفين وين وأين هذا أين هذا من الذين عصمهم الله تبارك وتعالى؟ أين هذا من علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي وقال تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترق. ما يفارق القرآن لا يمكن أن ينظر الشيطان لأنه لو ضره الشيطان لفارق القرآن. النبي يقول ما يفارق القرآن العترة لا يفارق كتاب الله. هذه نقطة بس خلينا أكمل أرجوك. حياكم الله من جديد. أقول كلمة دائما ما أكررها أنه نحن نناقش الأفكار ولا نناقش الأشخاص. الشخص لا يمثل لنا شيء ممكن أن يكون مغرر به وهذا الشخص هو مثال لذلك. هذا الشخص نعم يختلف معنا لكن أنا أشعر وأستطيع أن أقسم على ذلك أنه هذا الشخص ليس من هدفه أنه تكفير الشيعة تخطأ الشيعة بقدر ما هو يعطي معلومة ويودي معلومة ويتبنى معلومة مجرد وراثة ورثها لا أكثر ولا أقل. فلاحظنا أنه هذا الشخص يقول من الأصل أنا شخص عامي شخص ليس لدي علم أتمنى أن يكون الحوار من دون لعن من دون سب من دون تجاوزات فقط وفقط يريد الحوار. أنا لمست منه هذا الشيء والأخ يستطيع حقيقة أن يستمر مع هذا البرنامج ليصل إلى الحقيقة إن شاء الله. وإذا كان معاند فنسحب هذا الكلام
ونصفه حقيقة بأنه شخص معاند ولا كرامة، فأنا أقيم الشخص على كلامه ولا أقيم الشخص على مجرد عاطفة أو هوى. وتمام الحوار وتمام الاتصال هو خير دليل وشاهد على ذلك. فإذا شاهدنا أولا يقول الشخص أنا ليس لدي علم كافي. يقول أيضا ويستدل من كتاب أو من الام بي سي من مسلسل، وأيضا يقول كلمة وبخصوص معاوية خال المؤمنين كاتب الوحي، لو كان صاحب علم وأتى بهذه الكلمة عندما تحداه الحاج عدلان بهذه الكلمة معاوية كاتب الوحي، أنا أتحداك من هنا إلى سنة وبعد السنة بدقيقة تأتيني وتقول لي يا حاج عدلامي، فأقول لك نعم أغلق قناتك، لقد أتيتك بدليل واضح وصريح على أنه معاوية كتب آية. فلو كان هذا الشخص ذا علم غزير وهو يعترف بلسانه، فلو كان ذا علم غزير وصاحب معلومة لقال للحاج عدلامي نعم معاوية كتب هذه الآية الفلانية. لكن ومثل ما قلت وأكرر أن هذا الشخص مجرد يتكلم بأشياء ورثها بعدها. وهذا دليل ثالث، أولا دليل أنه معاوية كاتب الوحي، دليل يأتي بآية أو برواية ويستدل بعقيدة من الام بي سي ومن مسلسل. خذوا هذه الثالثة، والله العظيم يتكلم هو، ما في بين علي ومعاوية أي شيء، هم كانوا سمنة وعسلة، كانوا سمن وعسل فقط وليس بينهم خلافات. ويقول أيضا كيف أو ماذا يقرب الإمام علي عليه السلام من معاوية. أظن أنه الآن توجه منطق وكلام هذا الشخص لا يحمل العلم الكافي، يداخل أو يتداخل. وأنا لا أريد أن أنتقص منه، إنما أصف حال الذي قاله بنفسه. فمثل ما استمعت عندما يقول أن الإمام علي عليه السلام ومعاوية كانوا أقرباء، فبنقض بسيط ومباشر أنه نوح وابنه، يعني هل يوجد داعي أن أشرح العلاقة؟ نوح وابنه، نوح نبي الله، بينما ابنه من أصحاب النار عندما ترك النهج الذي سار عليه أبيه. لذلك نقول أنه القرابة لا تعني شيء. بعدها يضرب مثل أو يأتي بمثال آخر على خطبة لأبي بكر الحاج وعد السيد ميثم فالندون أو السيد ميثم بالخصوص، فند هذه الرواية. يقول أبو بكر أنه كان له شيطان يعتريه ومن هذا القبيل، ومن مفردات شرحها السيد ميثم الموسوي، ولا يوجد خطبة غير هذه الخطبة التي لا تحمل إلا 3 أسطر 4 أسطر لا أكثر ولا أقل. فنقول اتجهوا إلى أهل البيت عليهم السلام. أنا قبل يوم كنت بالزيارة، زيارة الإمام الحسين عليه السلام وزيارة الإمام علي عليه السلام. والله العلي العظيم لو ترون الروحانية الموجودة، أنت تتعب نص الازدحام بالعراق، يعرفون الازدحام ما بين الديوانية والنجف، ازدحام لا يمكن وصفه، ممكن توقف 3 ساعات 4 ساعات مثل الورد، توقف وانت الممنون، وممكن انت ما متأخر اذا وقفت اربع ساعات انت ما متأخر، لكن مع ذلك مع هذا التعب تحس انك شخص صاحب رسالة، لانك تتجه الى اهل البيت عليهم السلام، لانك انت توالي اهل البيت عليهم السلام. فاتجهوا واقول واكرر اتجهوا الى اهل البيت عليهم السلام. وايضا بختام الفيديو ودليل اخر على كون هذا الشخص هو شخص بسيط جدا، عندما قال انه معاوية لم يسب علي وعلي لم يسب معاوية، بعدما اتى الحاج وعد اللامي له بدليل من ابن تيمية، ذهب يقول انه هذا الشخص كذب والعباسيين كتبوا، ما دخل العباسيين بكلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية بالصفحة بالجزء بالمصدر بالطبعة كلهن عرضهن للحاج وعد اللامي، ويقول انه معاوية وعلي سمن على عسل لا أكثر ولا أقل. نقول إن شاء الله تتخلصون من هذه التراكمات وتتجهون إلى محمد وآل محمد. نصل هنا إلى ختام الفيديو، انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات أخرى تبين وتوضح وتلخص اتصالات الوهابية في هذا البرنامج القيم سؤال بريء بالعلم بالأدب بالمنطق، ونعرض الدليل وكالعادة وكما نقول دائما على الشخص المنصف. انتظرونا وفي أمان الله.